سنة الثالثة ابتدائي. السلام عليكم، هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية العلمية نموذج 2، نبدأ بحله معا. الوضعية الأولى: سبق لك وأن زرت مزرعة أحد أقاربك فانبهرت بجمالها من كثرة النباتات والأشجار الموجودة فيها، فمنها الفاصوليا، البطاطا، الثوم وأشجار التين. استفسرت عن طريقة غرسها فقال لك: زرت مزرعة فيها عدة نباتات من بينها الفاصوليا، البطاطا، الثوم وأشجار التين. تساءلت عن طريقة تكاثر هذه النباتات. سنجيب على الأسئلة. الفاصوليا تتكاثر ب: لدينا أنماط التكاثر، تكاثر بالبذور، تكاثر بالفسائل، بالأبصال وبالدرنات. الفاصوليا كذلك مع العدس تتكاثر ب: أحسنتم، بالبذور. الفاصوليا تتكاثر بالبذور. لدينا البطاطا كذلك الزنجبيل مثلا تتكاثر ب: أحسنتم، الدرنات. الثوم يتكاثر ب: لدينا الثوم ولدينا كذلك البصل. جيد، تتكاثر ب: الأبصال. وأخيرا لدينا نبات التين كذلك العنب، أحسنتم، يتكاثر بالفسائل. أربع أنماط لتكاثر النباتات. نراجع: الفاصوليا تتكاثر بالبذور، البطاطا تتكاثر بالدرنات، الثوم يتكاثر بالأبصال، والتين يتكاثر بالفسائل. ننتقل إلى التمرين الثاني. اذكر وعند مغادرتك أهدى لك نبتة جميلة تسمى الجيرانيوم. لدينا نبتة الجيرانيوم. اذكر أجزاء النبتة. من ماذا تتكون النبتة؟ نبدأ من التربة. تتكون أولا من، جيد، الجذور، ثم يليها الساق، أحسنتم، الجذور، الساق، ماذا كذلك؟ جيد، الأوراق، كذلك البراعم. أجزاء نبتة الجيرانيوم. نبتة الجيرانيوم لديها أربعة أجزاء: الجذور، الساق، الأوراق والبراعم. وضعت النبتة داخل غرفتك وكانت قليلة الضوء، معناها مظلمة، لا يوجد ضوء في الغرفة، وكنت تسقيها باستمرار، معناها كنت توفر لها الماء لكن لا يوجد الضوء. بعد عدة أيام ماذا حدث للنبتة؟ جيد، اصفرت أوراقها، وكذلك دابولت. بعدما دابولت، جيد، ثم تساقطت. لماذا؟ لأننا لم نوفر لها الضوء، كانت في غرفة مظلمة في انعدام الضوء، رغم أننا سقيناها بالماء إلا أنها لم تنمو، اصفرت أوراقها، دابولت الأوراق ثم تساقطت. فنصحتك أختك بالاعتناء بها وذلك بتوفير. ماذا يجب التوفير للنبتة؟ جيد، الماء وكذلك الضوء. بوجود الماء والضوء تستطيع النبتة أن تنمو. ننتقل إلى الوضعية الثانية. سألتك أمك عن نمط معيشة وتنفس الحيوانات فنصحتك بمشاهدة شريط وثائقي للتعرف عليها، وبعد مشاهدتك للشريط اكتشفت أن الحيوانات مختلفة من حيث نمط معيشتها وتنفسها وتنقلها. قم بملء الجدول التالي. لدينا الحيوانات، كل حيوان له نمط معيشته، مكان يعيش فيه وكيفية تنفسه وطريقة تنفسه.
الجدول لدينا الحيوانات: الأسد، الدلفين، سمك القرش، والضفدع. نمط معيشته: الأسد، أحسنتم، يعيش في الغابة، يعتبر حيوان جيد بري لأنه يعيش في الغابة. تنفسه، كيف يتنفس؟ بما أنه يعيش في البر، تنفسه، أحسنتم، هوائي، يتنفس الهواء من البر، في الهواء. الدلفين سمك يعيش في، أحسنتم، يعيش في الماء، أو حيوان مائي. الدلفين حيوان مائي، لكن نمط تنفسه ليس مائي إنما هوائي. تلاحظ أنه يخرج من الماء يتنفس ثم يعود يدخل إلى الماء. تنفس الدلفين هوائي رغم أنه يعيش في الماء. سمك القرش كذلك يعيش في البحر أو في الماء، يعيش في الماء، نمط معيشته مائي. كيف يتنفس؟ يتنفس تنفس مائي. الضفدع يعيش في البر ويعيش في الماء، إذن يعيش في أو يعتبر حيوان بر مائي. لماذا؟ لأنه يعيش، يستطيع العيش في الماء كما يستطيع العيش في البر. نمط تنفسه، تنفسه هو، أحسنتم، هوائي. نراجع: الأسد حيوان بري، نمط تنفسه هوائي. الدلفين سمك الدلفين نمط معيشته مائي وتنفسه هوائي. سمك القرش نمط معيشته مائي، تنفسه مائي كذلك. بينما الضفدع برمائي وتنفسه مائي. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.